سبحان الله، هاي العمارة ينطبق عليها المثل، يقولون كتكوت أو طير بين اللي راح. شوفوا كتكوتية صغيرة وقاعدة، شوفوها سبحان الخالق، كتكوتة قاعدة بين الجراح بين الأبراج، وصامدة صمود دولة الكويت بين هالأبراج هذه. شوفوا فخلوا لكم كم واحدة كتكوتة، شوفوا أبراج حلو، أبراج الكويت ما شاء الله. المنطقة أول كانت عادية، شوف الحين سبحان الله تغيرت. حان الذي يغير ولا يتغير. يا كتكوت الله. وبعد راح تجي أبراج، شوفوا أبراج وأبراج، وأشال عمر بن الخطاب من المؤمنين. يا رب هذه منطقة الشرق، حلوة هذاك برج. اليوم يوم الأبراج، عمروها بالخير. وهني كان مستشفى دار الشفاء الدكتور خان ونعيمة زوجته. شوفوا هذا اللي أيوة اللي أزرق، أنا انولدت فيه وكثير من الناس كان ما في. هي أنا بهذاك، شوفها دار الشفاء. قول ما شاء الله، أنت انولدت فيه سيد بيتوتي والدي. وهذا حمام خبازرد، حمام الشرق الأوسط. السلام عليكم دار غمان أنتم السبع. والله لنا ولكم هاي المقبرة الجعفرية والحساوية. يا رب يا رب رحمهم صمدية. قول الله أحد الراس، هاي الحديث الجعفرية والحساوية. قول الله أحد الراس، والله أحد الراس صمدية. قول الله أحد الراس صمدية. والله على قولة العراقيين طسخ. وهذا مجمع الأوقاف، يعني وقف. وهذه كانت الأشغال أول، عمنا عبد الله أبوك، عمنا عبد الله وعمنا عبد الحميد كانوا فيها، كانوا هاي الأشغال. هاي الكويت العتيجة، في أراضي فضاء بس ما ندري التخطيط الاستراتيجي إلى أين يذهب. وهذه مدرسة الجاحظ درست فيها؟ لا. هاي الحين الصديقي، والله ما شاء الله عليك. هذا هني كان شنو؟ مبنى كهرباء والسارية. الله ان شاء الله يرى عمرونه، عمرو يا ناس وذكرتوا. وهذا صندوق التنمية يتقدمت فيه انا بال85، خرجت من الجامعة نفسه ما تغير سبحان الله. وهذه المطبعة المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب. هذا الغرفة التجارة. يا رب اجعلنا مع الفقارة ومع أهل التجارة حلوين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريش وكان يعني أغنياء، وكان هذه أبراج، وكان مع شو اسمه مهاجرين وانصار. هذا ميدان الرشايدة، شوفوا كبر لكم رشايدة، ناس طيبين. والوالد قابل الأستاذ عبد الرزاق السيد مع أبو صلاح بدر العربيد، قال هم من القدماء اللي استقلوا الكويت الرشايدة والعوازم، قبائل كريمة. الله بس شوفوا البرج التحرير أطول من أبراج الكويت سيد عقيل. الله. وهذا شوفوا مجسم عشان احنا نواكب الأحداث. يقول أغيثونا، أغيثوا أهل الزلزال في سوريا وفي تركيا. يا رب أن الله يفرج عنهم ويرحم الشهداء، إن شاء الله الأحياء يحصلونهم يا رب. قل آمين سيد عقيل مشرفي. إلهي آمين، إنها دعوة مجابة يا رب. بس هي العاصمة بعد يبي لها تطوير، والدولة مهم قصرة. إن شاء الله الحين هالأسبوع الجاي يطلع رئيس الوزراء ويشكل الحكومة. خلوكم مع الحكومة، حكومة دولة الكويت الحبيبة، ما قصرش ما قصروش. مشوقنا على الصباح الكرام أميننا الشيخ في ذكرى عيد الوطني تحرير النواف الأحمد الصباح، ولي أميرنا والشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهدنا ورئيس وزراء الشيخ أحمد النواف. هاي عمارة قديمة مات الكليم، واسمه السماح بن عبد السعدون، قديم السعدون. سعدون أول الفضالة، صار فضالة بشام العنجري، وهاي البلوكات القديمة.
لله يعني الحين المنطقة. سيد عكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحين هذا العيد الوطني رقم كم والتحرير؟ سوي لك اختبار. 62 تحرير الاستقلال والتحرير. ما شاء الله عليك يا ولد الديرة، هذا كان الشرق الأوسط وكان العقاري والصناعي، الحين صار الأهلي والصناعي وهذاك ما أدري، والعقاري ولا تغير اسمه، صار الاهتمام غير. يا رب الله أبراج أبراج لك وين تحشي ماضي. شارع أحمد الجابر، قال والد أبو يعقوب سيد ساشم السيد أحمد الرفاعي سير نابشق الطريق الرفاعي الصفية، يقول يا ابني خالد الكويت أول ما تأسست يقول هما الاثنين الشيخ أحمد الجابر صباح والشيخ عبد الله السالم، يقول ما كان وايد، يقول هما الاثنين هم اللي قامت يعني عليهم دولة الكويت الحديثة. والله يبارك بالموجودين. الحين صورهم شوفوا الشيخ نواف الشيخ مشعل، ناس طيبين ودعوا لهم ما قصروش يا رب. هذا سبحان الله محامي عبد العزيز مطلق الشامي، كان ابوه توفى يمكن كان عضو مجلس الامه ايام الثمانيه تذكر، كنت اروح كان يوم نسيبنا سما الشاهين وهاي الهيئه الخيريه الاسلاميه ابو اسام الشاهين علويات الشمالي. والله هذا الحين ما ادري ليش وقف فيه الشغل هذا، لا تسوون دندره، الوالد كان يقول لا تسوون ربربه. شو الامور يا معودين، بلده طيبه ورب كريم ما قصرتش. هاي العقارات انا كم مكتب فيها مكتب الرفاهية العقاري، وهذا الخليج المبنى القديم، يصير اللف مني يصير الشرطه والامن مستتب الحمد لله. يا رب الفاتحة. هذا كي اي بي هم اثنين اهلي، واحد المتحد وواحد مال واحد مال مرزوق وواحد مال مرات بابا. هون اليوم طولتها وياكم بس سامحوني، هذا السوق القديم كله بهره وبته وهذولا كاين خيايط وشكرا.